بتركيا هالاسبوع رح نبلش بحزمه من التعديلات العسكريه، ننتقل لتغيير على نطاق المدن والمناطق. وعلى سيره الانقلاب، شو قصه الدولار اللي كان مع الانقلابيين؟ ونهايه مع قضيه فساد امتحاني. بعد محاولة انقلاب 15 تموز، قررت الحكومة التركية القيام ببعض التعديلات على المستوى العسكري بهدف التخلص من محاولة انقلاب جديدة والتركيز على التهديدات الخارجية. وبناء على ذلك صرح رئيس الوزراء بن علي يلدرم أنه راح يتم إغلاق قاعدة أكنجة الجوية بأنقرة، وكمان راح يتم نقل الثكنات العسكرية المتمركزة داخل المدن إلى المناطق الحدودية. وأكد يلدرم أنه راح يتم إغلاق الثانويات العسكرية مثل ثانوية كوليلي أسكر بإسطنبول. وما زال النقاش دائر حول شو بده ينعمل بمباني هالثانويات كونها مؤسسات تعليمية عريقة ومتمركزة بأهم النقاط في المدن. وبالمقابل رح تستمر الأكاديميات العسكرية، إنما رح تتحول لشيء أشبه بجامعة مرتبطة بوزارة الدفاع، وبإمكان خريجي جميع الثانويات الالتحاق فيها بعد اجتياز الامتحان المطلوب. ومننتقل لجنوب شرق تركيا. مع تصاعد وتيرة اشتباكات بين القوات التركية وعناصر تنظيم البيكاكا في الآونة الأخيرة جنوب شرق البلاد، وفي إطار محاربة الإرهاب، قرر البرلمان التركي تحويل مقاطعتي جيزرة ويكسيكوبا التابعتين لولايتي هاكاري وشيرناك إلى ولايتين، وبالمقابل تخفيض تصنيف ولايتي شيرناك وهاكاري لمقاطعة، وتغيير اسم هاكاري لاسم الكردي القديم جوليميريك. تميز الولايات جنوب شرق البلاد بالغالبية الكردية، ومن وقت ما تشكل تنظيم البيكاكا اللي بتمركز بالجبال بشكل أساسي، والصراع مع الحكومة التركية مستمر بهالولايات. ومناخدكم لنعرف شو سر الدولار. أثناء عمليات التفتيش والبحث مع الأشخاص والضباط المتورطين محاولة انقلاب 15 تموز، عثرت الشرطة التركية معهم على ورقة مالية من فئة دولار واحد، وهذا الشيء أثار عدة تساؤلات وفرضيات عن قصة هذا الدولار. وبالفعل كشفت التحقيقات مع بعض الضباط سر الدولار، وتبين أنه هالدولارات قرأ فتح الله ونفخ عليها وبعدين توزعت عليهم ليتعرفوا على بعض. الرقم المتسلسل على الدولار بمثابة رقم الهوية اللي بنحفظ فيه جميع بيانات الأشخاص عن فتح الله جولان بمقره في ولاية بنسلفانيا بأمريكا. أما الأحرف الموجودة فوق الدولار فبتدل على رتبة موقع الشخص. مثلاً الدولارات اللي فوقها حرف F بتدل على الأشخاص المقربين من فتح الله ورتب الضباط المرتفعة، بينما حرف C والJ بيدل على الضباط اللي رتبهم أقل ورجال الأعمال الداعمين للكيان الموازي. ونهاية مع قضية فساد امتحاني. بعد تحقيقات دامت حوالي 6 سنوات بقضية تسريب أسئلة فحص المعياري لدخول المؤسسات الحكومية الـKPSS بـ2010، قررت نيابة أنقرة الإدارية الأولى إلغاء الامتحان هذاك العام بعد ما تم التأكد أنه صار في تسريبات على مستوى واسع. وبهديك السنة نجح عدد كبير، نسبة منيحة منهم بمجموع تام، على الرغم أنه علاماتهم السابقة كانت متدنية للغاية، الأمر اللي خلى السلطات التركية تشك بالأمر وتبدأ التحقيقات. طيب شو ذنب اللي نجحوا بعرائش بينهم؟ فمنرجع لكلام الحقوقي البروفيسور إرسان شان اللي أكد أنه لازم ما ينحرم اللي نجحوا بجهدهم من الامتحان، ولازم يتم تعويض اللي ما حسنوا يدخلوا الوظيفة وتغير مجرى حياتهم كله بسبب هذا الامتحان. سمعنا مؤخراً عن الحرس الجمهوري التركي وكيف فجأة قرر الرئيس إردوغان إلغاؤه، بس لازم نعرف قبل مين وكيف تأسس الحرس وليش رح ينحل حالياً. الحرس الجمهوري التركي تأسس على شكل وحدة صغيرة ب 18 تموز عام 1920 من قبل الملازم الأول إسماعيل هاكو تيكتشه لحماية الباشا كمال أتاتورك، وظلت لحمايته بعد ما صار رئيس الجمهورية بال 1923، بمعنى آخر لحماية رئيس الجمهورية. بال 1927 ارتفع عدد جنود الحرس ل 2500 وتحول لفوج ملحق بكتيبة حرس البرلمان والمراسم. لاحقاً تم إلغاء حرس البرلمان واقتصاره على حراسة الرئاسة والمراسم. بتميز الزي العسكري لجنود الحرس على خلاف بقية الجنود الأتراك باللون التركوازي اللون القومي لتركيا، وبتلقى عساكر الحرس تدريبات خاصة وبتم انتقاؤهم من نخبة العساكر في الجيش مثل ما بيقولوا منقاين على الصينية ليكونوا لائقين بالمهمة المكلئة لهم. وسنوياً في احتفال خاص بذكرى تأسيس الحرس الجمهوري
وبيحضرها أهم الشخصيات بالحكومة والجيش التركي إلخ إلخ. ولكن مع استلام رجب طيب أردوغان منصب رئيس الجمهورية ب 2014 وانتقاله لقصر بيشتبه جديد بأنقرة، قرر فجأة تشكيل حرس خاص فيه لحمايته وحماية القصر، غير الحرس الجمهوري مؤلف من مغاوير مدربين تدريبات خاصة ومرشحين من مديرية الأمن مو من الجيش، وأطلق عليه اسم حرس القصر. وبهيك وجه ضربة موجعة للحرس اللي عمره أكثر من 94 سنة، يعني أكثر من عمر الجمهورية، وانخفضت مهامه وتحول لحرس فخري مشترك بالمراسم الرسمية بس مو أكثر، مثل مراسم حضور البابا مثلا. والمعارضة وقتها اعترضت كتير على هالتغيير المفاجئ وتساءلوا ليش أقدم إردوغان على هيك خطوة، وهل ما بيثق بالحرس المخصص لحمايته؟ إذا رجعنا بالزمن شوي لورا نكتشف أنه الحرس اللي تأسس لحماية رئيس الجمهورية حاد عن مهمته الأساسية أثناء انقلاب 1960 واتفق مع الإنقلابيين، واعتقل رئيس الجمهورية وقتها جلال بايار وسلموا لهم. وكتير من الأتراك بيعتبر هالتصرف وصمة عار بتاريخ الحرس. ومع المقولة الشهيرة التاريخ يعيد نفسه، كشفت أن الأحداث الأخيرة تورط الحرس الجمهوري مع انقلابي 15 تموز، والأحلى من هيك هالمرة ما اكتفى باعتقاله تسليمه بس، كان هو أحد أطراف التخطيط الانقلاب، يعني كان مشترك للعظم. وبهيك انتهى الحرس الجمهوري اللي تشكل مع أتاتورك حتى إشعار آخر.